زميلتنا سلمى عودة صارت جاهزة معنا لحتى تنقل لنا شوي من الأجواء انطلاق الأولمبياد العلمي السوري. بنرجع لعندك سلمى، وكيف الأجواء وكيف سير الامتحان للطلاب والاختبارات؟ صباح الخير من جديد لك ميسان وزينب، وايضا لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وبرنامج صباحنا غير. مثل ما قلنا قبل قليل بالنقل الاول، نحن متواجدين حاليا بقاعه الامتحانات للتصفيات النهائيه للاولمبياد العلمي السوري على المستوى الوطني لموسم 2016-2017. ايضا حاليا رحب بضيفي الدكتور دارم طبع، هو عضو اللجنه العلميه المركزيه عن ماده الكيمياء، وهو ايضا مدير مركز علم الكيمياء علم الأحياء، وأيضا مدير مركز تطوير المناهج في وزارة التربية. رح نحكي معه أيضا عن تحضيرات اليوم، ويمكن عن مسؤولية أخرى وهي تطوير المناهج. يعني نحن بالوقت اللي عم نخرج فيه اليوم طلاب من الأولمبياد متميزين على المستوى العالمي، مطالبين أيضا بأن تكون مناهجنا في وزارة التربية تعادل هذه المناهج المتفوقة. هلأ في مجال علم الأحياء، الخبرة الأولى والكبيرة اللي اكتسبناها نحن كانت من خلال الأولمبياد. على هامش كل أولمبياد عالمي يتم هناك مؤتمر لتدريس العلوم من مختلف أنحاء العالم. هالتجربة هي يتم تبادلها مع كل الخبراء من كل أنحاء العالم بمؤتمر على جانب الأولمبياد، وهذا انعكس تماما على تطوير المناهج. العودة إلى الأولمبياد، الخبرة اللي اكتسبناها خلال عام واحد من مشاركتنا الدولية السنة الماضية في فيتنام أدت إلى تطوير كبير في مستوى الأسئلة. الأسئلة والاختبارات التي يتم اختبارها اليوم عند الطلاب هي عبارة عن مجموعتين، مجموعة صباحية مجموعة مسائية، تحاكي تماما الأولمبيادات العالمية. هي تشغل مهارات التفكير العليا عند الطالب، لا تستخدم اطلاقا اي شيء يعتمد على الحفظ والرسم. هي اسئله فهم وتحليل واستنتاج، وبالتالي يعني الطالب يمكن ان يعطي صوره واضحه عن تطوره في مجال الاحياء، علم الاحياء. وان شاء الله العشره اللي رح يتوجوا غدا رح يكونوا على مستوى يليق بسوريا، وان شاء الله تكون مشاركتهم العالميه حتى يخرج منهم وفد يشارك عالميا يمثل التطور العلمي اللي يحدث في سوريا في مجال التدريس والتربية. يعني دكتور دارم، كنا معكم بأكثر من اجتماع عقد على نطاق بالتعاون بين هيئة التميز والإبداع وأيضا وزارة التربية، لجنة تطوير المناهج، عن أهمية تجربة الأولمبيات العلمي وما عكسته هذه التجربة على أيضا في وزارة التربية من أجل تطوير المناهج، وكان في نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع. حضرتك حكيت عن أهمية المشاركة العالمية، يمكن الرؤية العالمية كثير مهمة. شفنا أنه المنهج السوري قادر عم بينافس، ولكن أيضا منهج الأولمبياد منهج خاص ومتميز. اليوم بالتوازي كيف تعملون في إدارة تطوير المناهج من أجل أن تكون أيضا ربما نقول يكون في عدد أكبر مشارك ومؤهل قبل أن يدخل الأولمبياد بفضل المناهج المتواجدة في المدارس؟ هذا بصراحة أغلب اللجان العلمية المشاركة في الأولمبياد العالمي أصبحت الآن جزء من لجان تطوير المناهج. عم نستفيد منهم في أعمال وضع المعايير، عم نستفيد من خبراتهم في مجال تأليف الكتب، وأيضا في التقويم الذي يتم بعد ذلك. يعني كون المركز طبعا مجاور للهيئة، فنحن بنعتبر حالنا أسرة واحدة، هناك تعاون دائم، والآن هناك ورشات عمل قائمة على يعني كل المجالات. إن شاء الله ستكون مناهج العام القادم تليق بالمجتمع السوري، تليق بالتاريخ العريق العلمي للمجتمع السوري، تنفض كل غبار هذه الحرب الغاشمة التي أتت على سوريا، تظهر الوجه الحقيقي للطالب السوري. ونحن سعيدين وفخورين بالتعاون مع الهيئة ومع الأستاذ عماد العزب اللي عنده خبرات متميزة في إدارة هذا العمل العلمي، وطبعا منهنئه على هيئة التميز والإبداع اللي كانت انطلاقتها السنة باعتقادي انطلاقة موفقة جدا، ونتمنى لها التوفيق الأكثر في الأعوام القادمة. الله، بدي أتشكر حضرتك كثير دكتور دارم، وأيضا بدي يعني خليني أقول جهودكم المبذولة حتى نرتقي بالعلم بسوريا. ولازم نوه أكيد وأقول بأنه رغم هذه الظروف، معروف الشهادة السورية في الخارج بتقدير العلمي، ورغم أيضا هذا ونتمنى أنه يصبح التقدير أعلى وأن ننافس بجميع الأولمبياديات العالمية. طبعا، ونحن سعيدين ومنفتحين لكل الآراء اللي تغني تجربة تطوير المناهج، فالمناهج مجتمعية، وطلابنا في الأولمبيادات أكثر من مرة زارونا وأعطونا كثير من خبراتهم في مجال طبعا التنوع في محافظاتهم بيئاتهم مختلفة، اللي إن شاء الله ستنعكس على مناهج التدريس لتكون وطنية بامتياز.
شكرا لك، ورح انتقل ايضا لنكمل. شكرا، اهلا وسهلا. ايضا يعني رح احاول ارصد معكم خبره المشرفين المتواجدين واعضاء اللجان المركزيه المتواجده. ايضا معي الدكتور عبد اللطيف هنانو، وهو عضو لجنه مركزيه ماده الرياضيات. كنا التقينا سابقا. سعد يسعد صباحكم. شايف الأجواء اليوم وأيضا المنافسة، عام جديد من خلينا نقول طلاب وسفراء العلم السوريين. صحيح، نحن بعام جديد وأكيد انطلاقة مستمرة. نحن صرنا على مستوى، بالنسبة لنا إذا حكينا عن مستوى الأسئلة، طبعا نحن من أعوام سابقة وصلنا للمستوى العالمي، وهلأ نحن عم نطمح أنه فعلا أن تكون نتائجنا أفضل على مستوى الوطني وحتى على مستوى العالمي. يعني إذا كان في سنوات سابقة كانت العلامة العليا ممكن تكون حوالي 50%، هلأ صار فعلا نحن أسئلتنا لسه أقسى وممكن علاماتنا أفضل. طبعا هذا الأمر هو ضمن استراتيجية حتى على المسابقات العالمية. إذا كان نحن عندنا قدرة والطالب صار يدرك تماما أنه قدر على المشاركة العالمية وحل المسائل والتتويج وإعطاء منصات التتويج بالمنصات العالمية، صار عنده طموح أنه يحسن أدائه أكثر. يعني إذا كان بيحصل على السنة الماضية، إذا حصل على البرونزية فلازم يكون عنده تطلع للفضة وما يسمى للذهب. وبالتالي الأجواء كتير ممتازة، الطموح كتير عالي عند كل الشباب والصبايا. وحتى ممكن التقينا نحن معهم شوي، فعلا يعني التطور عم بصير تطور كتير كبير، ونحن حتى عم نصير أمام مسؤولية أكبر بصراحة، أنه فعلا نواكب هالرغبة هالاندفاع كبير من الطلاب. وهذا بشوفه أنا أكيد هاي نظرة مشروعة، يعني نحن هنا واقع عم نحكي أنه فعلا عند 6 من شبابنا الفريق كامل بتتوج بهونغ كونغ. أكيد هلأ نحن 6 كمان رح يتوجوا بنيو دي جانيرو بالبرازيل، واكيد راح تكون ان شاء الله النتائج افضل مما كانت. يعني اذا كانوا 3 برونز و3 شهادات تقدير، ممكن يكونوا منهم 3 فضه، كله ذهب ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. هذا نحن ما مو قصه، يعني نحن عم نحكي واقع حقيقه يعني. وهذا الامر يعني انا شايفه مثل ما هلا يعني عم نحكي لانه السنه الماضيه احنا قريبين جدا كنا من الفضه، واكيد حتى السنه يعني هل اللي اخذوا برونز كانوا اكيد راح يحسنوا ادائهم، واكيد راح يكونوا عندهم فضه. لمسنا هذا الشيء السنه الماضيه، ويكفي كان تواجد العلم السوري وتواجد المشاركه السوريه رغم هذه الظروف كانت كافيه. لمسنا ايضا كيف كان تعامل اللجان الاخرى، كيف كان تعامل الطلاب الاخرى وترحيبهم لما يعرفوا انه هذا طالب سوري جاي من الحرب ليشارك بهالعلوم. هذا الكلام تفضلي فيه كثير دقيق. على فكره صحيح، عند قتلوا 6 السوريين، يعني 6 الشباب قتلوا ومصانع التتويج بهالظروف هاي بعد التكريم مباشرة، ما بتصوري الوفود رؤساء الوفود كيف اقتربوا للشباب، وأنه فعلا باركونا نحن مو بس على النتيجة اللي حصلنا عليها، أنه بهيك ظروف قادر شاب سوري يصنع. نحن بنقول لهم رح تضل شمعتنا مضواية وكتابنا مفتوح مهما كانت الظروف. وبالتالي إذا سنة الماضي اعتلوا بالبرونز، أكيد رح يعتلوا إما بالفضة، ومثل ما فضلي حضرتك أنه رح يكون ذهب. هذا الشيء كان رائع على فكرة يعني، ولا يمكن وصفه حقيقة بكل يعني بجمل يعني واضحة. شعور كان كتير كبير عظمي. أنا على فكرة يعني شعرت أنه أفتخر بأني سوري وهؤلاء سوريون بهذه الظروف، أنه عم حقق هذه النتائج. العلم عند عبر فرف خلفهم، هذا صورة يعني على فكرة صورة يعني ما بعرف جمالية إبداعية. هلأ رياضيات ما بدي أدخل بالوصف. يمكن دخلنا بهذا الموضوع سابقا، حضرتك قلت الطالب الأولمبيات ما عادت بالنسبة له مادة الرياضيات أو أي مادة هي مادة علمية عم يحصل من خلالها على معادلة، هي يمكن صارت معادلة فلسفية عم توسع عقله بشكل أكبر ونظره للحياة أيضا بشكل أكبر. هذا أكيد. فإذا كان البعد هو نحن في بعد ثاني مثل ما تفضلي، بعد فلسفي نفسي حتى، أكيد هالمنطقية اللي عم بصير عنده من خلال الرياضيات أكيد عم توسع أفق تفكيره مجتمعيا حتى على مستوى الاختصاص والمستوى الشخصي أكيد. شكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا لكم. يعني انا رح احاول ارصد ايضا بعض الطلاب المشاركين بالاولمبيات، ومعي طالبه كنا التقيناها بالامس، الطالبه ملاك الشاهر، وهي من دير الزور مقيمه بالحسكه، لتجربتها تجربه متميزه رغم الظروف اللي عم تتعرض لها محافظه دير الزور، الا انه نحن شايفين عزيمه اهل وعزيمه طلاب بان يكون رساله ابنائهم في ظل هذه الحرب هي رساله الانتصار. صباح الخير ملاك، كيف؟ النور. يعني امبارح التقيناكي، كيف كانت استعداداتك وهلا كيف شايفه الامتحان؟ امتحان كويس، الاسئله كويسه، فيها شامله، فيها اسئله صعبه وفيها اسئله سهله، وانا عم اتحداها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بس. يلا موفقه ملاك، وان شاء الله نشوفك
بالمنصة بكرة، منصة التتويج، إن شاء الله بكوني من الأوائل. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. موفقة، يعني مجرد وجودك هو فوز. إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لك. ما رح أحاول كتير عطل الطلاب، رح أحاول أخذ معكم أكبر قدر ممكن مشان نهيئ طبعا القاعة من دون ضوضاء، من أجل خلينا نقول سير العملية الامتحانية بهدوء من أجل الطلاب المتواجدين. بدي أقول أنه اليوم الطلاب عم بيكونوا حاليا بامتحانات للمواد الأساسية اللي هي معروفة بالأولمبيات العلمية، اللي هي الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، علم الأحياء، وأيضا معلوماتية، وهي مادة انضمت السنة الماضية أو اللي قبلها إلى الجدول الأولمبيات. الطلاب المشاركين من جميع المحافظات السورية أتوا اليوم لحتى يقدموا الامتحانات النهائية، التصفيات النهائية، ولهم جولة أخرى تمتد من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم حتى السادسة مساء. يليها غدا رح يكون تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل من كل النتائج. رح تكون يعني بكرة سلمى أيوة ميسان، عن النتائج رح تكون غدا. تماما، النتائج غدا رح تكون، رح يتم تتويج الثلاثة الأوائل من كل مادة علمية، ثم العشرة الأوائل. نعم. على بالنسبة لكل المواد، والعشرة الأوائل من جميع المواد رح يتم تأهيلهم لحتى يكونوا ضمن الفريق الوطني الذي يستعد كل عام من أجل المشاركة في الأولمبيات العالمي. لحتى نتمنى لهم يعني سوريا كل التوفيق للطلاب. دائما طلاب الأولمبياد العلمي السوري عم يشرفوا سوريا سلمى بتميز وأبداعهم، وأكيد بكل هالطاقة الموجودة عندهم واللي عم بيوظفوها بالعلم. نحن نتشكرك كتير سلمى، ونتشكر وجودك معنا لليوم لتغطية هالحدث الكتير مميز. شكرا لك سلمى، والتوفيق دائما لطلابنا. شكرا لك ميسان.